ينضم إلي من عمان مراسلنا ليث الجبور، ومن القدس أحمد الجرادات، ومن رام الله عميد شحادة، وكذلك من الدوحة سلمان النجار. أبدأ يعني معك أحمد جرادات، في فلسطين من القدس، هي إجراءات جديدة تتخذها السلطات الإسرائيلية. لأي درجة يمكن لهذه الإجراءات أن تتصاعد أو أن تصبح أكثر قوة، خاصة في وجود يعني المجتمعات المتطرفة، اليهودية المتطرفة، التي لا تستجيب للتوصيات الحكومية؟ وهذا ما قاله أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث بشكل صريح أنه يمكن فرض المناطق المحظورة أو فرض الإغلاق على مدن أخرى. حاليا فرض على مدينة واحدة وهي مدينة نيبراك التي يسكنها اليهود المتدينون، وهناك نسبة إصابة عالية في الفيروس في تلك المنطقة. حتى الآن تم تسجيل أكثر من 1050 إصابة فقط في تلك المدينة، وثاني أكثر مدينة من ناحية الإصابات بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية هي مدينة القدس. تتركز هذه الإصابات في الأحياء التي يقطنها اليهود المتدينين، ولكن هذا الإجراء الذي جاء اليوم بقرار من الحكومة الإسرائيلية يشرف عليه ما يقارب 1000 شرطي وجندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويؤمل من خلال هذه الإجراءات أن يتم الحد من هذا الانتشار. حتى الآن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت في الفترة الماضية لم تكن ناجعة، بحيث أنها لم تخفض عدد الإصابات أو عدد الوفيات الذي ما زال يرتفع، نعم. ووصل إلى 39 حالة وفاة وأكثر من 7000 حالة إصابة. ومن المتوقع أن يتم الكشف مساء اليوم عن العشرات من هذه الإصابات مع زيادة الفحوصات لمعرفة المصابين بفيروس كورونا. ليث، في عمان أيضا يعني قرار السلطات ب يعني حظر التجول ل 24 ساعة، ما الهدف منه في الوقت الذي نرى فيه يعني بلدان أخرى عندما تقوم ب يعني تنفيذ الحظر الصحي أو منع التجول، تنفذه لأسابيع ولأيام وليس لمجرد يوم واحد؟ بالفعل زاهر، الحكومة قالت أنها وجدت الجمعة الماضية تحديدا عددا من المواطنين في الأرياف والقرى يخرجون في هذا اليوم إلى التنزه وكأن هناك حياة طبيعية، لذلك قامت بهذا الإجراء خوفا من تكرار المشهد الذي كان يوم الجمعة الماضية، إضافة إلى سماح يعني وإعطاء الفرصة للفرق الطبية ويعني فريق التقصي الوبائي للخروج ويعني التحرك بأريحية، خاصة في محافظات الشمال وتحديدا مدينة إربد التي عزلت بشكل كامل بعد تسجيلها إصابات أكبر من العاصمة. الحكومة قالت إن هذا الحظر الشامل سيكون فقط 24 ساعة، سيبدأ منذ غد الحظر الذي يعني تمشي عليه الحكومة منذ أسابيع، وهو من 10 صباحا حتى 5 مساء يسمح بالخروج لشراء الحاجيات الأساسية. عميد في رام الله، إذا السلطة الفلسطينية تمدد حالة حظر التجول، ما هي التفاصيل؟ نعم، الرئيس الفلسطيني أصدر مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في جميع مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة شهر إضافي. جاء ذلك بعد طلب الحكومة الفلسطينية من الرئيس تمديد حالة الطوارئ من أجل استكمال الإجراءات التي بدأتها قبل شهر من أجل مكافحة فيروس كورونا. السلطة الفلسطينية الآن تنتظر أسبوعا سمته بالأسبوع الخطر، وهو في إشارة إلى عودة تقريبا 50,000 عامل فلسطيني من الداخل المحتل بسبب الأعياد اليهودية في هذه الفترة، وبالتالي تمديد حالة الطوارئ كان بالنسبة للسلطة الفلسطينية ووزارة الصحة حالة ضرورية لمنع التجمعات واستمرار الوضع بما هو عليه من أجل استكمال ما بدأته في مكافحة الفيروس، وبالتالي هذه هي الطريقة الوحيدة التي تراها السلطة الفلسطينية مناسبة. هنا نظام صحي ضعيف، نظام اقتصادي ضعيف، والطريقة الوحيدة لمحاربة الفيروس هو عدم انتشاره، وبالتالي تمديد لمدة شهر هذا المؤكد، وقد يمدد حسب ما فهمنا إلى أشهر أخرى إضافية فيما بعد إذا لم يتوقف الفيروس عن الانتشار. أنتقل إلى الدوحة سلمان، أيضا حصيلة جديدة للمصابين والوفيات في قطر، يعني ما هي التفاصيل، وهل هناك إجراءات جديدة متوقعة من أجل يعني احتواء انتشار الوباء؟ نعم زاهر، 114 حالة 114 حالة
إصابة جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا سرصدتها السلطات القطرية هي ثاني أعلى حصيلة منذ بدء انتشار المرض قبل ما يزيد عن شهر ببضعة أيام. هذه الحصيلة عزتها السلطات إلى أنها تستخدم تقنيات مخبرية وتجري عدد كبير من الفحوصات، وقالت إن من تم اكتشاف الإصابات الجديدة بهم هم إما مخالطين لعدد من المصابين سابقا والواقعين تحت الحجر الصحي من العمالة أو من القادمين من الخارج من القطريين الوحيدين الذين يسمح لهم بالقدوم إلى الدوحة بعد أن أقفل مطار حمد أبوابه أمام أي من الجنسيات الأخرى. هذه الفحوصات بلغت ما يزيد عن 26 ألف فحص حتى الآن، ولا تزال وزارة الصحة والسلطات القطرية مستمرة بإجراء مزيد ومزيد من الفحوصات. العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس تقريبا 950 إصابة حتى الآن. نعم. شوفي منها في حدود 70، وهناك 3 وفيات، أول وفاتين لشخصين في العقد الخامس من العمر والثالث الذي أعلنت وفاته أمس في العقد الثامن. حتى الآن لم تفرض السلطات القطرية حظرا للتجوال، لكن يعتقد إذا استمر تصاعد انتشار المرض وتصاعد تسجيل حالات جديدة بالمرض أن يتم فرض حظر تجوال على الأقل في ساعات الليل لمدة 12 ساعة أو أقل بقليل. نعم، شكرا جزيلا لك سلمان النجار مراسلنا من الدوحة، وأشكر من عمان أيضا ليث الجبور، ومن القدس أحمد الجرادات، ومن رام الله عميد شحاده.